مساء الخير او صباح الخير يا باشمهندسين، على حسب انت بتسمعوني في اي وقت. معاكم مصطفى لمعي. هنكمل النهارده التوتوريال اللي بدأناه المره اللي فاتت بتاع الشيف اركتكت، وازاي نبني المبنى على الشيف اركتكت وندخله على لوميون علشان نعمل له رندر. زي ما اتعودنا من المره اللي فاتت، هنكتب اسامي الناس اللي عملت سبورت على باتريون. ان شاء الله الناس تزيد والسابورت يكتر، على اساس ان انا اقدر افرغ وقت ليكو ونبتدي نعمل فيديوهات اكتر ونتكلم عن مواضيع اكتر باذن الله. يلا بينا نبتدي. وتعالوا نظبط الريندر بتاع اول لقطة قبل ما نحط بقية الاوبجكتس. في حاجة مفيدة جدا بس هحطها دلوقتي، هنا هلاقيها في يوتيليتيز اسمها ريفلكشن كنترول. شايفين عمل ايه؟ ظبط لي الريفلكشنز شويه، عمل لي حاجه اسمها بوكس ريفلكشنز، وده اتحط على كل الاوبجكتس اللي هي واخده جلوسينس. فهتلاقي ريفلكشنز اخدت شويه من احساس المكان ومبقتش مرفلكت السما بس، وبقى شايف الاوبجكتس اللي موجوده حواليا. طبعا ده في الريندر هيتضاف عليه بقى السبيد راي ريفليكشن والبلانر ريفليكشنز اللي هنحطهم، فهيديني احساس احسن كتير. تعال نروح بقى على فوتو عشان نظبط اللقطة بتاعتنا. ونيجي هنا في اهم حاجة ناس كتير بتقع فيها، انه ما بيغيرش الفوكال لينس. الفوكال لينس الـ15 دي مفتوحة قوي، واغلب الكاميرات ما فيهاش العدسة المفتوحة قوي دي، العدسات الطبيعية بتبقى 28، دي اللي هي العدسات اللي موجودة في كل الموبايلات وفي أغلب الكاميرات البروفيشنال، اللي هي الكاميرا نفسها مش راكب فيها عدسة. يعني نستغل الوقت ده وأقول لكم يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في الشانل وتشغلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الحلقات الجديدة. واللايك فعلا بيساعد يا جماعة، فياريت تعملوا لايك وشكرا. طبعا تاني حاجة الارتفاع بتاع الكاميرا، شايفين احنا كده على الصفر تقريبا، احنا ارتفاع الكاميرا المفروض انه يبقى ارتفاع الانسان الطبيعي اللي هو 1.70 متر 1.60 متر، يعني في المنطقة دي، لا تنزل قوي ولا تطلع قوي الا لو انت عايز تعمل احساس معين او تدي تأثير معين. لو عايز تاخد مثلا هاي رايز، او عايز تحسس اللي بيتفرج ان المبنى مرتفع زيادة عن اللزوم، فبتنزل تحت قوي وبترفع الكاميرا جامد، فيديك برضو اللي هو منظور عين النملة زي ما اخدنا في الكلية. بس لو انا مش محتاج ده وعايز اخد لقطة طبيعية، فهقف على ارتفاع يعني من 1.20 متر لـ1.70 متر، ده الارتفاع الطبيعي بتاع الكاميرات. فيعني ممكن مثلا مشهد زي ده احتاج اقف عند 1.40 متر يبقى احسن. طيب تعالى كده، لما برايت كليك وروتيت الكاميرا بيظهر لي الثلاث خطوط الرئيسيه، او الخطين الرئيسيين والخطين الافقيين، دول بيقسموا لي الشاشه لاتلات. ده كونسبت في التصوير اللي هو لو اوف ثيردز او قانون الاتلات. القانون ده بيقول انه التقاء الخطين الرأسي والافقي، الكورنرز دي، الكورنرز دي هي اكتر حاجة بيبصلها البني ادم اول ما بيبص لأي صورة، اللي هو هيبقى الكورنر هنا وكورنر هنا وهنا وهنا. والخط الرأسي ده والخط الرأسي اللي هنا ده، دول اهم نقطتين في المشهد. فلو انا عامل زي ما عملت كده وقمت ظابط المبنى في الجزء ده، فانا كده ظبطت المبنى في اهم منطقة هيبص عليها او هتبص عليها العين. فالعين اول ما هتبص هنا، والخط الرأسي هيشدها لتحت كده، وبعدين البرسبكتيف بتاع المنظور او بتاع المشهد هيكمل لي العين تتحرك في الاتجاه ده. فدي طريقة لظبط اللقطة بحيث انها تطلع يعني افضل ما يمكن. طبعا ده يعني قانون من القوانين، مش ده القانون الوحيد،
في قوانين تانية بتحكم برضو التصوير زي الجولدن ريشيو مثلا، بس هي مش موجودة هنا في اللوميون، مش موجودة على الشاشة يعني. ممكن نبقى يعني نتكلم شوية عن موضوع الجولدن ريشيو ده في حلقة منفصلة لأنه موضوع كبير شوية. طيب خلاص، أنا كده سجلت الكاميرا، طبعا ستور كاميرا، بدوس على الزرار ده عشان يسجل لي الكاميرا وابتدي أعمل ريندر في اللوميون 10. ممكن لو أنا عملت كليك على الشاشة أو على الفيو بورت هيعمل لي سبيد ريندر كده، ريندر سريع يديني فكرة عن شكل المشهد هيطلع عامل ازاي. طبعا انا الاضاءة عندي كده يعني اي كلام خالص، الشمس في اتجاه غلط تماما، مش منورة لي المشهد. انا طبعا ممكن اظبط ده من هنا، ارجع هنا على اللوميون واروح على الويذر وابتدي اظبط الشمال بتاعي. وتعالوا نطلع فوق كده عشان نشوف الشمس ازاي، نبتدي اظبط. طبعا ده افضل حاجة ان تكون الشمس في الاتجاه العمودي على اتجاه رؤيتي للسطح المواجه للكاميرا، يعني انا باصص من هنا تبقى الشمس جاية عمودية على زاوية رؤيتي انا. طبعا ده كده انا ما حطيتش اي تفاصيل خالص ولا حطيت اي افكتس، ده الريندر الطبيعي من غير ما اعمل اي حاجة. تعالوا كده نعمل ريندر ونشوف علشان نقارن ما بين الصورتين في الاخر. طيب ده الريندر اهو بتاعنا. تعالوا نبدأ نحط بقى الافكتس. طيب انا عندي هنا كاستم ستايل في مجموعة افكتات جاهزة، ممكن ابتدي منها وبعد كده اشتغل عليها، ويستحسن انك تعمل كده، مش لازم كل مرة تبدأ from scratch، تبدأ من الصفر يعني. فانا هاخد الرياليستيك ده اشتغل منه، هلاقيه هو حاطط لي ادي مجموعة الافكتات اللي حطها لي. اول حاجة حط لي ريل سكاي. ريل سكاي دي مفيدة جدا لانها بتديني اتش دي ار، سما اتش دي ار وفيها شمس وهي اللي منوره لي المشهد بتاعي. طيب تعالوا ناخد ريندر كده من غير ما نلمس اي حاجه ونشوف المشهد او اللوميون مطلع لي ايه. طبعا فرق كبير جدا بين ده وبين اللقطه اللي قبليه. تعالوا نبص كده. شايفين دي وشايفين دي؟ الدنيا اختلفت تماما. يلا نشتغل بقى على السيتنجز ونظبطها شوية. اول حاجة هنروح على الريل سكايز ونبتدي نظبط الهيدنج اللي هو زاوية السماء عشان اظبط الشمس في الاتجاه اللي انا عايزه. وطبعا انا ممكن من هنا اغير نوعية السماء او ال HDR بتاعت السماء. شايفين دي كلها اشكال مختلفة للسماء، كل واحد فيهم هيديني تأثير مختلف في الاضاءة. من الحاجات اللي بتطلع حلوة قوي في اللوميون الاوفركاست. بيدي تأثير إضاءة حلو جدا ومريح وما فيهوش هايلايتس عالية. طبعا على حسب بقى انت عايز تعمل تأثير عامل ازاي. خلينا ناخد مثلا حاجة نهارية كده وفي سما، زي ما قلت لكم نظبط الهيدنج من هنا. كل حاجة، كل سلايدر في اللوميون لو دوست شيفت هبتدي اظبط بالراحة زي ما كنا ظبطنا قبل كده السكيل. برضو نفس الحكاية بالشيفت يقدر يحرك السلايدر بالراحة. كل السلايدرز بتاعت اللوميون فيها موضوع الشيفت ده.
خلينا نظبط كده. ده ريل سكايز، تعني حاجة الشاربن، هو شاربن عامله صفر، ممكن ازوده شوية بس ما ازودش عن 0.3 عشان التأثير ما يبقاش شكله 3D قوي. بعد كده عندي الاكسبوجر. الاكسبوجر ده اللي هو فتحة او مساحة التعريض، كل ما زودت الاكسبوجر كل ما الاضاءة دخلت اكتر للكاميرا، المفروض الكاميرا الطبيعية بيبقى فيها حكاية الاكسبوجر دي، وكل ما قللت الاكسبوجر قللت كمية الاضاءة اللي داخلة فيضلم لي السين شوية. هنخلينا زي ما احنا على 0.5، وخلينا تعالى نظبط حاجة مهمة جدا اللي هي reflections. الreflections هو عنده حاجة اسمها speed ray reflection، ده بيحسب reflections بطريقة أحسن شوية. هنبص كده على preview quality high، لو أنا حطيت السبيد ray شايفين بيظبط لي الريفلكشنز شوية، بس الحاجات الأسطح العدلة تماما محتاجة إن أنا أحط لها بلينر ريفلكشن، بحيث إن أنا أدوس هنا كده وأدوس من بلس وأبتدي أحدد المستويات اللي هتاخد الريفلكشن واضح وصريح زي الإزاز مثلا. الارض اللي احنا عملناها هنا الرخام هتاخد ريفليكشن برضو. شايفين الريفليكشن بقى ظبط ازاي؟ لو الدنيا تقلت عندي في الفيو بورت ممكن بقى ايه اخلي البريفيو كواليتي هنا لو عشان ما يتقليش الفيو بورت، ويبقى الحسبة تتحسب في الريندر بس. تعالوا نعمل رندر كده ونشوف. احسن كتير. السكاي لايت انا بقدر اظبط منها قوة اضاءة السماء، او خلينا نقول اللي هي جلوبال اليمينيشن او حاجه شبه الجلوبال اليمينيشن، هي اسرع كتير طبعا من الجلوبال اليمينيشن، بس بينور لي الحاجات اللي هي جايه نورها من قبه السماء مش من الشمس مباشره. شايفين لما بزود الحاجات اللي مستخبيه جوه هتنور معايا اكتر. الساتوريشن هنا لو قللته هتبقى، لو السماء مزرقة شوية المفروض ان هيديني اضاءة مزرقة على الحاجات اللي مش منورة دايركتلي من الشمس. لو قللت الساتوريشن الزرقان ده هيقل معايا شوية، ويستحسن ان انا طبعا اقلله شوية اخليه 0.5 ما يبقاش الزرقان جامد قوي. وهقول له سكاي لايت ان بلانر ريفليكشن وسكاي لايت ان بروجكتد ريفليكشنز، برضو الحاجات دي بتفيدني جامد جدا، بتزود الاضاءة السماء في الانعكاسات فتنور شوية الانعكاسات ما تبقاش مظلمة. تعال ناخد الريندر كواليتي نخليها هاي ونعمل ريندر تاني ونشوف الدنيا عاملة ازاي. تعالوا نشوف الفرق كده. شايفين الدنيا هنا نورت اكتر والزرقان قل، بصوا على الحتة دي كده نورت اكتر والزرقان قل شوية. تمام. مفيش حاجة قوي ممكن نظبطها تاني كده، تمام مش محتاجين حاجة اكتر من كده. تعالى بقى ايه نحط شوية شجر ونفرش السين شوية.
دي بقى يعني ايه حاجات انت وذوقك. بس خلي بالك ان مش كل الشجر على اللوميون بيطلع شكله حلو. شايف اللي حصل الشجرة لما بعدت شوية خفت ازاي؟ ده برضو علشان ما يتقليش السين وانا شغال. وعشان اظبط الحكاية دي بروح على سيتنجز هنا كده وهقول له الاديتور كواليتي ممكن اعليها جامد وانيبل هاي كواليتي تريز كده. الشجرة مهما بعدت مش هيعمل لي التأثير ده. طيب وانا بحط اي اوبجكت عندي اتنين شورت كات مفيدين جدا. ال L اقدر اكبر واصغر، انا لسه ما دوستش بالماوس بس دايس على L واتحرك بالماوس اكبر واصغر زي ما انا عايز، و R اروتيت. دول هيساعدوني جدا وانا بحط الاوبجكتس في السين عندي.
اصلا الكلام ده كله مش باين معايا اساسا. شوفوا بقى، انا لما نقلت النقطة دي هنا خليت اللي هيبص على المبنى ده على طول هنا كده في نص المبنى. يستحسن برضو ان انت تاخد الخط ده مع اي خط رأسي عندك، خط التلت ده مع اي خط رأسي عندك عشان يأكد على ان دي الحتة اللي هبص عليها. فانا هنا نقلت الفوكس عندي هنا بدل المكان هنا. تمام، تهيألي كده شكلها أحسن شوية. يلا نعمل واحد ريندر كده تاني. Thank you.
تعالى نحط بقى حاجة هو مش حاططها، اللي هي الفوج. الفوج هيخلي الحاجات البعيدة تبان شكلها أبعد. وممكن نظبط الدبث اوف فيلد برضو. الدبث اوف فيلد هقول له ادت من هنا، واختار النقطة اللي انا عايزها تبقى في الفوكس. طبعا المبنى، انا عايز المبنى يبقى هو اللي في الفوكس، واروح هنا اقول له اوتو فوكس، هيبلر لي شوية الحاجات اللي في الخلفية. تعالى بقى نسيب كل حاجة زي ما هي ونجرب نغير الريل سكايز، وتعالى نحط الأوفر كاست كده، ونحط معاها حاجة ظريفة جدا اسمها بيرسبتيشن. بيرسبتيشن ده اللي هو بيديني تأثير المطرة. مش لازم، لو أنا مش عايز مطرة، عايز بس تأثير المطرة على الأرض، فأنا هقوله بارتيكل كوانتيتي، أشيلها خالص، وبارتكل سايز اصغرها على الاخر بحيث انه ما يدينيش نقط ميه على الارض، فكأنه تأثير ما بعد المطر. البرسبتيشن فيز طبعا انا عايز بقى مطر قد ايه، كتير قليل زي ما انا عايز. تعالى نعمل رندر كده ونشوف. ممكن هنا اشيل بقى الفوج اللي انا كنت عامله ده، لان هو اوريدي البرسيبيتيشن فيه فوج بيلت ان، فانا مش محتاج الفوج بتاعي. وهاجي على اكسبوجر واعلي الاكسبوجر شوية عشان ينور معايا المشهد شوية. وممكن اجي على الريل سكايز وانور شوية السماء. تمام كده، يبقى خلصنا الريندر وده الشكل النهائي. تعالى نشوف بقى كده مقارنة ما بين، شوف احنا لما ظبطنا الإضاءة شوية فتحنا الإكسبوجر وفتحنا السماء. بص الفرق ما بين ده وده. شايف الفرق؟ وده أول ريندر خالص. أنا هقعد أعمل بقى دلوقتي شوية تغييرات في الماتيريالز وفي الإضاءة وفي قبة السماء، وأعمل تأثيرات مختلفة. اتفرجوا عليها، ودي النهاردة هتبقى آخر حصة في السلسلة دي، ونتقابل إن شاء الله في توتوريالز تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.